أهلا بكم من القاهرة والناس، نشرة أخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس لميركل يجب تكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب دون انتقائية. راديو ألمانيا، صفقة الطاقة لن تقف عند 10 مليارات فقط. تسريب امتحان اللغة الإنجليزية والأزهر لن يستفيد أحد من ذلك. وإليكم تفاصيل النشرة. لعل في ظاهرة المقاتلين الأجانب ضمن صفوف الإرهابيين ما يدعونا للتأمل في أسباب انجذاب الشباب من مجتمعات مختلفة لهذا الفكر المتطرف. هكذا جاءت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قائلا: يجب أن تتكاتف جهودنا للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره سواء في منطقتنا أو في أوروبا من خلال استراتيجية شاملة فكريا وأمنيا وتصدي لكافة هذه التنظيمات بدون انتقائية، أخذا في الاعتبار وحدة أساسها الفكري والأيديولوجي. كما تحدث الرئيس عن تطورات المشهد الداخلي في مصر وما تحقق على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل للتحول الديمقراطي والإنجازات الاقتصادية التي تحققت، مطالبا بتوطيد علاقة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية التجارية والاستثمارية. وانتوا اتكلمتم معانا عن كلام كتير في الحريات والديمقراطية، لازم تكونوا متأكدين ان احنا في مصر كمان بنحب الحرية والديمقراطية وعندنا قيم إنسانية رفيعة عايزين نعملها، بس في ظل ظروف صعبة جدا جدا. حيقول الكلام ده لان مفيش فرصة، بدون شك احنا عندنا قصور في مصر، ما قدرناش نوصل الرسالة لكم عشان تسمعونا وتعرفوا ما يدور في بلادنا، مش بس في مصر، في المنطقة بالكامل. وعشان كده دي فرصة بالنسبة لي، وبقول لكل من بيسمعني اذا كان من الاصدقاء الالمان او من الاوروبيين، ما يحدث في مصر والمنطقة امر عظيم جدا يجب ان تنتبهوا اليه جيدا. مصر دولة واعدة، والاستثمارات الألمانية في مصر ستصل في 5 سنوات المقبلة إلى أرقام ضخمة للغاية. هذا بأكده تقرير أذاعة راديو أنفو الألماني، مشيرا إلى أن صفقة شركة سيمنز الخاصة بالطاقة في مصر والتي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لن تقف عند حدود 10 مليارات فقط، بل ستتخطاها، كاشفا أن السياحة الألمانية في مصر ستتعافى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك خطوات جادة للعمل على إعادتها لمستواها الطبيعي وزيادتها بكل السبل. مبيعات مصر عبر الإنترنت بلغت 3.2 مليار دولار، هذا معناه أنه مدير عام فيزا لمنطقة شمال وغرب إفريقيا قائلا: إن هناك استعدادا واضحا في المجتمع المصري لزيادة رقعة استخدام المدفوعات الإلكترونية، وخاصة مع ارتفاع نسب انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة، منوها بأن فيزا أصدرت في 2013 تقريرا أكد أن نسبة نمو التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصل إلى 45%، مما يجعل هذه المنطقة في المركز الأول عالميا من ناحية النمو. لافتا إلى أن الدراسة أظهرت أن مصر تتصدر دول المنطقة بنسبة النمو بمبيعات عبر الإنترنت. تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للقسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بعد نصف ساعة من بداية اللجنة، فقد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ورقات الأسئلة. من جانبها أكد وكيل الأزهر الشريف أنه تم تحديد مصدر التسريب وستتم معاقبة الفاعل، مشددا على أنه لا يستفيد أحد من تسريب ورقة الأسئلة لأن اللجان محكمة. 40,000 طفل في مصر يعانون من السم الكامل ويحتاجون لزراعة قوقعة، هذا ما أكده الدكتور حسن وهبي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة عين شمس خلال فعاليات المؤتمر الأكاديمي الأول لقسم الأنف والأذن والحنجرة، مشيرا إلى أن تلك النسبة سببها الرئيسي زواج الأقارب، لافتا إلى أن خدمة عمليات زراعة القوقعة متوفرة في مصر ولكنها عالية التكلفة، حيث تتكلف العملية ما يقارب من 130,000 جنيه. والآن مع معلومة تكنولوجية جديدة يقدمها الدكتور محمد الجندي، تفضل يا دكتور. شكرا ديانا. لو بيجي لك مكالمات مزعجة ومعاك آيفون، مفيش قدامك غير انك تستخدم خاصية الحجب أو بلوكينج. لو بتستخدم iOS 7 أو iOS 8، افتح قائمة المكالمات على التليفون واضغط على رمز الآي اللي جنب الرقم، هيطلع لك قائمة اختار منها بلوك زيس كولر، كده أنت قفلت أي اتصال بين الرقم ده وبين تليفونك. استنونا في معلومة تكنولوجية جديدة. النشرة انتهت، لكن عزيزي المشاهد تستطيع أن تكون أحد مصادر نشرات القاهرة والناس، شاهد صور وبعث لنا على news@القاهرة والناس.com. الآن تستطيع أن تكون مراسل القاهرة والناس. إلى اللقاء.